like Molly. ممكن سؤال؟ اتفضل. هو انت واقف بتناكى ليه كده؟ حضرتك اصل انا طالع اتقدم لواحده خطيبتي. تقدم لخطيبتك؟ اه. وانت طالع لها بالتورته من غير كرتونه؟ حضرتك ده كان سيل، عاملين سيل وانا فرحت من كتر الفرحه، قلت له مش عايز كرتونه يا عم، هاتك كده وفرحت قوي. التورته فيها زباله. حضرتك ادعي لي ربنا يوفقني عشان والله مرمطتني. ربنا يوفقك، بس يعني طلع التورته من غير كرتونه ومن غير بدله ورايح لوحدك من غير عيلتك كده و... ادعي لي بقى، ادعي لك ايه؟ ادعي لي الله يستر عليك. ربنا معاك. طب اسم العروسه ايه؟ شاهين. شاهين ده؟ اه انا عارفها. خد بالك ايه؟ هتخونك مع ثلاثه. ثلاثه؟ وبتلاقي اول حرف من اسمهم كلهم زي بعض. انت عرفت منين؟ احساسي، هتعرف بعدين. ليه بتقفلها في وشي ليه؟ انت قاعد بتاكل منها عمال ما هات هات حبيبي. يلا عايز حاجه؟ يا عم غرفي ده يا عم. ربنا معاك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فيك ان شاء الله. انت كل اعداء النجاح، ربنا يوفقني يا رب. على ابو اهلك. اول مسحه بتعزامي بقوا يتنططوا قدامي، وفي واحده من البلكونه عماله بتقول في حرامي حلق على كماشه مظلوم يا سعاده الباشا، انا كنت مروح بيتنا. روش حبيب قلبي يا نيس. صباح، عامل ايه يا روحي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ هو انا مش كلمتك امبارح؟ تمام. نفضت لي ليه النهارده؟ ما كلمتنيش زي ما كلمتك. هو انت تقعد تحسبها واحده واحده وانا اكلمك وانت تكلمني؟ ما احنا واحد. طب ليه انا اكلمك ما دام انت احنا واحد؟ ليه انا اكلمك وانت ما تكلمنيش؟ يا عم هو في ايه يا عم؟ احنا في بينا فرق عادي. حصل خير. حصل. حبيب عامل ايه يا روحي؟ الحمد لله زي الفل. انا زي الفل. عشان انزل في صوره بس. هو انت مش المفروض ان انت هتلبس زيي وقايلين ان احنا نلبس جاكيت جلد زي بعض؟ مفروض. طب امال ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتقل مني ليه؟ ما الناس تضحك علينا شراوي لابسين زي بعض. يا عم مزيكا يا عم، مش لازم تنرفزني يا عم. قايلين هنلبس زي بعض يا عم. عادي البس نفس البنطلون والكوتش. لا واحد حبيبي. لا ما خدش بالي. انا اسف. صالحتك حبيبي. قلبي اقسم بالله. عايز بقول لك ايه، نطلع على كايرو فيستيفال ولا نطلع على الداون تاون؟ انا اروح ال سي. هنتخالف برضه في دي؟ نقعد بقى نتب. تعالى يا عم. تعالى يا عم حبيبي. اقسم بالله انت وحشني قوي على فكره. انت بارد ليه يا عم؟ ما تنرفزنيش يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام. سعاده الباشا. اه انا عاوز اجيب نظاره وطاقيه زي دول بالظبط. في كشف من عند الدكتور وجيله من عنده. كشف ايه حضرتك؟ هي دي بالكشف؟ اه ماما نظاره طبيه. طب الكاب؟ الكاب ده في كشف الكمبات تجيب له واحده. حبيبي حبيبي ربنا يبارك. والله حبيبي يا باشا. تمرني بحاجه باشا؟ باشا فرصة سعيدة. انا اسعد حبيبي. السلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك عايز اطلع على شاور عوابي شرق قلدك؟ حضرتك ما بتضيعش. لا والله انا اسف، مش قصدك تانية، بس حاجة بتاعت ربنا. ما انا عارف كده. قلدك انا بسالك الكلام ولا حرام؟ حرام يا عم. حقك علينا يا اسف. ما تتضايقش. حرام عليك يا اسف. فين؟ انا معاك. عاوز اطلع عند شارع عوابي. هو قال لك فين بقى اللي كلمك او قال لك؟ انا مش ثواني. صوته ماله؟ اطلعي خدي العيال وروحي على البيت. اقسم بالله النهارده هتطلقي. حرام حرام. يلا غوري في داهيه. بسالك سؤال. اتفضل. ما حضرتك صوتك خشن اهو كويس. حضرتك انا تايه عايز اوصل. حرام. اقول لك ايه، انت جاي تهزر صح؟ شكلك هتهزر ليه؟ في حد صوته بيتحول؟ بقول لك ايه يا عم، سيبني معايا تليفون. انا ههزر ليه؟ انا ما اعرفش انت عايز تهزر وليه. حضرتك عايز اوصل. انا معايا تليفون، ممكن تسيبني بقى؟ بوحدك بوحدك. ايه روح؟ ايه؟ لا انا جاي دي كهرباء السكه. يا ده سلام. انت زيي؟ في التريقش على خير ايه؟ ربنا حرام. انت صح. امين حبيبي. يا كابتن. ايه؟ الشاوع فين؟ ما تتقلقش. حرام حرام حرام. بص ابن الكلب بياكل السندوتشات ازاي قبل ما يروح المدرسه؟ تعالى والله العليم الادب. خدها معاك. خدها معاك بقولك. السندوتش السندوتش. روح خد السندوتش.